وافق مجلس الشورى خلال جلسته برئاسه معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى على توصيه لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجاريه الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنه 2001 المعد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدله المقدم من مجلس النواب فيما وافق المجلس على طلب الحكومه بتاجيل النظر في الاقتراح بقانون بشان الاحتراف الرياضي كان قرار الرفض الذي أيده أعضاء مجلس الشورى اليوم حول توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأس مالها بنسبة تتجاوز الثلاثين في المئة فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية. كان في هناك موجود توجه واضح لمجلس الشورى بالموافقه على توصيه اللجنه بعدم الموافقه على المقترح الذي يحد من قدره الحكومه على الاستثمار في الشركات التجاريه. بصراحه نحن احنا وجدنا بان مثل هذا النوع من المقترح سوف يعني يؤدي الى انتهاء ما نحن ننادي به خلال السنوات الماضيه ولا زلنا بتنويع مصادر الدخل. اليوم احنا اليوم عندنا موجود في هناك نظام اقتصادي يعتمد على الموارد النفطيه ويستوجب اذا كنا احنا فعلا بجد نتكلم على التنويع ان يكون عندنا موجود هناك في قدر الحكومه بالمشاركه في الاستثمارات وفيما يتعلق بتوصيات لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه فقد وافق من حيث المبدا على مشروع القانون فيما قرر اعاده باقي المواد للجنه لمزيد من الدراسه. الان احنا استردينا مادتين لمزيد من الدراسه لان كنا مع وجهه نظرنا مع الداخليه كانت مختلفة الآن الداخلية بناء على يعني عضو جميل سلمان أرادت أن نعطي تفسير في المادة بالتحديد وهذا يستلزم وقت ويستلزم مستشارين ويستلزم أشياء كثيرة ولكن كان هدفنا نحن من من المشروع هو الصلح وليس التصالح. وفي ذات الجلسة وافق مجلس الشورى على تأجيل الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي بناء على طلب من الحكومه سهر عصفور لمركز الاخبار تلفزيون البحرين